للحديث عن جدوى العقوبات الجديدة المفروضة على إيران وسط استمرار التظاهرات مع عدم التزام إيران بتعهداتها النووية مع محادثات فيينا، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين المتخصص بشأن الإيراني مسعود مالكي. أستاذ مسعود، مرحبا بكم. يعني الجميع يتساءل ما مدى جدوى العقوبات الغربية الجديدة على إيران؟ هل ساهمت العقوبات السابقة في موضوع يعني ربما إيقاف أو تخفيف الانتهاكات التي وصفت بالجسيمة لحقوق الإنسان؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وشكري لكوادر أهلا بك القنوات. نعم أستاذ مسعود. تهدف هذه العقوبات إلى منع استخدام العنف من قبل حكومة ملالي طهران ضد المتظاهرين. كانت العقوبات ضد إيران تأثيرها ضعيف ويجب اتخاذ عقوبات أكثر صرامة على إيران. ذلك ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الجمعة 18 ديسمبر نقلا عن دبلوماسيين في بروكسل أن سيتم إدراج 30 شخصا في قائمة العقوبات. من بين هذه العقوبات بإمكاننا أن نشير إلى تسليم الطائرات الإيرانية التي تلحق بدون طيارين إلى روسيا. طيب أستاذ مسعود، هناك من يحمل أوروبا وأيضا سياسة بايدن مسؤولية ما وصلت إليه طهران من انتهاكات على المستوى الداخلي وحتى الخارجي، هل هذا صحيح؟ نعم، أمريكا مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم. تعهد جو بايدن بعد المساح لإيران بامتلاك السلاح النووي والولايات المتحدة عازمة على القيام بذلك، وتحمل عن كثب مع شركائها بشأن التحديثات التي يمكن أن يفرضها برنامج إيران النووي من أجل ضمان الالتزامات المبدئية لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية بطريقة دائمة، ويمكن التحقق منها. لا يزال حكومة بايدن تعتقد أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل والأكثر فعالية. أستاذ مسعود، ولكن إيران اشترطت رفع العقوبات للعودة إلى الاتفاق النووي، هل ترى أن الغرب ربما لا يزال مؤمنا بهذه التصريحات؟ لا، إيران لا يقدر هذا الشيء يفرض نفسه على الأوروبيين والأقارب. لأن إيران هو متبرك بهذه الأوضاع وما يقدر، لأن العقوبات الغرب جدا يحاول يمنع إيران من هذه الخطط التي إيران يستخدمها بحق المتظاهرين وضد أوكرانيا. أستاذ مسعود، لو فتحنا ملف التظاهرات في إيران، هل تمتلك التظاهرات القوة الفاعلة لإحداث تغيير في النظام؟ خاصة هناك أحاديث تورد بأنه يوجد انشقاقات بالحرس الثوري وقوات الشرطة. لا على الإطلاق. يريد وزراء لأن هذا النظام لا يستطيع التغيير، لأن هذا النظام مبني على ديكتاتورية ولا يمكن إصلاحه بأي طريقة. إذن ما هي الطريقة إذن أستاذ مسعود؟ الطريقة لأن هو هذا إسقاط النظام بالكامل، لأن هذا النظام لا يمكن، هذا غدة سرطانية على العالم وفي المنطقة. كيف يتم إسقاط النظام؟ أستاذ مسعود، كيف يتم إسقاط النظام في إيران؟ إسقاط النظام يحتاج إلى دعم ويحتاج للشعوب قيادات. نعم، دولة كأمريكان هم يقولون نحن أمريكا لا ترغب بتغيير النظام في إيران، لكن يحاولون أن يغيرون العنف ضد المتظاهرين و
الأخلاقيات الذي النظام يرتكب في العمليات الذي هو يعطي الطيارات لروسيا لضرب أوكرانيا. لو فتحنا ملف التحالف بين روسيا وإيران، هل يمكن القول، هل صحيح القول أن طهران ستبقى مخلصة لموسكو في النهاية، طبعا وسط تضييق النطاق عليها؟ أستاذ مسعود، أستاذ مسعود هل سمعتني؟ لا، التحالف بين روسيا وإيران، هل صحيح القول أن طهران ستبقى مخلصة لروسيا؟ لا، إيران لا تستطيع هذا الشيء، لكن إيران لازم عليها أن بما يؤمر عليها بوتين وموسكو هي تنفذ الأوامر. عبر الهاتف من تفضل أكمل أستاذ مسعود. النظام اللي وإيران هو في هذه الحالات يحتاج إلى مساعدة. لأن جدا ضغوط عالية من الأمريكان والاتحاد الأوروبي، وسيزيد هذه العقوبات ويحتاج أكثر دعم يعني من روسيا أو ممكن حتى الصين، لأن هذا أوضاع إيران متخربصة بالكامل، وهو ما يقدر يعني برك نفسه بهذه الدعم لروسيا، والغرب جدا غاضب على إيران. من برلين كان معنا عبر الهاتف المتخصص بشأن الإيراني مسعود مالكي، شكرا جزيلا لكم.